دكتورة كندا شماط، أهلا وسهلا بك بتلفزيون هنا سوريا، وشكرا جزيلا للوقت الذي منحته لنا. أهلا وسهلا بكم. سنبدأ من موضوع عدرا العمالية بما أنه الموضوع الأحدث في الإغاثة السورية. شاهدنا فيديوهات نشرها مناهضون لأعداد كبيرة على الطرقات تقف خارج عدرا العمالية. ما هو العدد الحقيقي لهؤلاء؟ كيف تم إجلاؤهم؟ هل تم تأمين غذاء كافي ومواد كافية لهم؟ أولا دعني أعود إلى تاريخ 11/12/2013 الذي هذا اليوم المشؤوم الذي دخلت فيه العصابات الإرهابية التكفيرية إلى داخل مدينة عدرا العمالية الآمنة وبدأت بارتكاب المجازر وترويع المواطنين الآمنين. منذ ذلك الحين وبعد 3 أيام من هذا التاريخ فقدنا الاتصال بشكل كلي مع المدنيين الموجودين هناك. كما يعرف الجميع هذه المدينة بنيت بالأساس لطبقة العمال الموظفين في الدولة وهي من الطبقات الكادحة، وكانت إحدى مكرمات القائد الخالد حافظ الأسد الذي رغب كما رغب دائما في دعم الفئات المهمشة والفئات الهشة ذات الوضع المادي الصعب ومحدودي الدخل بهذا النوع من الدعم الاجتماعي والدعم الاقتصادي. إذا دخلت هذه العصابات التكفيرية إلى المدينة وارتكبت ما ارتكبته من مجازر وترويع. بعدها كما قلت لك بقي أبنائنا في مدينة عدرا العمالية محاصرين. استطاع الجيش العربي السوري ومنذ اليوم الأول لوقوع هذه المأساة وهذه المجازر قام بتطويق المدينة وبخطة عسكرية محكمة. الغاية منها طبعا هو تحرير المدنيين وتحرير المدينة، لكن كما يعرف الجميع بأن الجيش لن يقوم باقتحام أي مدينة أو ضربة إلا إذا كانت خالية من المدنيين، باعتبار أن جيشنا كما يعرف الجميع هو جيش عقائدي غايته الأولى حماية الوطن والمواطن. في الأسبوع الثالث من دخول العصابات الإرهابية إلى مدينة عدرا العمالية وردتنا معلومات من القيادة العسكرية للجيش العربي السوري والجهات الأمنية في المنطقة هناك بأن الجيش استطاع أن يبدأ بعملية تحرير المواطنين طبعا بفضل عمليات نوعية قام بها. العدد الأولي في نهاية اليوم الأول كان 10,000 مواطن خرجوا بفضل طبعا جهود جيشنا الباسل. من ثم بدأت عمليات الإغاثة التي كنا قد رتبنا لها سابقا من خلال اجتماعنا باللجنة العليا للإغاثة واللجنة الإغاثة الفرعية في محافظة ريف دمشق، وأيضا بتواصل مع الاتحاد العام لنقابات العمال. بدأت إذن عملية تأمين مساعدات عاجلة باعتبار أن هذه الحالة ليست فقط حالة طارئة، وإنما أيضا في ظل عدم هذا العدد الكبير وعدم توفر أماكن إقامة مؤقتة، نحن نتحدث عن محيط منطقة عدرا، تم تأمين المواطنين في معملي الإسمنت وفي مدرسة القيادة، بالإضافة طبعا إلى معسكر الدوير الذي ضم عدد لا يستهان به من الناس الذين تم إجلاؤهم من مدينة عدرا العمالية. طبعا في اليوم التالي زاد العدد بشكل مضاعف. اليوم نستطيع الحديث عن ما يقارب 30,000 مواطن سوري خرجوا من مدينة عدرا العمالية، بالإضافة طبعا إلى المعلومات التي وردتنا عن وجود أيضا مدنيين آخرين الآن هم مختطفين ورهائن من قبل هذه العصابات والذين يستخدمونهم كدروع بشرية. طبعا باليومين الأوليين لم يكن الأمر مضبوط كما هو الآن باعتبار أن حركة الإجلاء مستمرة، الأعداد التي تخرج هي أعداد كبيرة، عملية توزيع المساعدات اعتراها جزء كبير من الفوضى هذا في اليومين الأوليين، لكن اليوم نستطيع القول بأن العدد تقريبا تم إحصاؤه، بالإضافة طبعا إلى تنظيم عملية توزيع المساعدات، ولا سيما بأن من خرج من المدينة وتحدث عن سياسة التجويع التي تعرضوا لها. أنا ما أريد أن أؤكد عليه بأن هذه المساعدات قدمت من الحكومة السورية بالإضافة طبعا إلى منظمة الهلال الأحمر.
لكن مع الأسف والمجتمع المحلي الذي انبرى الكثير من الأشخاص الوطنيين لمساعدة أهلنا الذين تم إجلاءهم من مدينة عدرا العمالية، في حين لم يكن هناك يعني حماس من المنظمات الدولية، والتي لم تذكر ما جرى ويجري في مدينة عدرا العمالية ولو بتقرير واحد، بل على العكس تمام وجدنا بأنهم طلبوا الدخول إلى مناطق أخرى خالية من المدنيين لا يوجد فيها سوى عصابات مسلحة إرهابية، وعلى رأس هذه المناطق طبعا منطقة المعظمية التي يعرف الجميع بأننا وبمساعدة الجيش العربي السوري أجلينا المدنيين منذ فترة طويلة، فبقيت من بقي داخل المعظمية هم عصابات مسلحة. هناك تقارير عديدة تتحدث عن واقع مرير يعيشه السوريين في مخيمات اللجوء بالجوار، إن كانت المخيمات الموجودة في الأردن أو لبنان أو تركيا، ماذا هل كان هناك تواصل بين الحكومة السورية وحكومات هذه الدول بشأن واقع هؤلاء؟ كما تعرف ملف الإغاثة تقريبا بدأ في العام 2012، ذلك الوقت وبسبب ما شاهدناه في أكثر من منطقة ومدينة في سوريا تعرضت لهجوم لهذه العصابات المسلحة، اضطر السكان إلى مغادرة هذه المناطق بحثا عن ملاذ آمن، وكان الهدف الأول لديهم هو الخروج إلى حضن الحكومة وإلى الجيش، حضن الجيش العربي السوري الذين يعرفون تمام بأنه الدرع الواقي لهم. طبعا هذا يعني أنك أمام حالة تهجير، بالتالي هناك مساعدات يجب أن تقدم. هذا الأمر بدأت الحكومة بالعمل عليه مبكرا، فيما بعد وعندما ازداد العدد وهو وصل الآن إلى 6 مليون مواطن سوري هجروا من أماكن سكنهم الأصلية داخل الجمهورية العربية السورية. من الآن طبعا نحن على أعتاب تطبيق بناء خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2014، وهي خطة طبعا وقعتها الحكومة السورية ممثلة بوزارة الخارجية والمغتربين والمنظمات الدولية العاملة في القطاع الإنساني. المساعدات طبعا شقين، الدعم الأكبر يأتي من الحكومة السورية وهو دعم يتناول قطاع الخدمات بالإضافة طبعا إلى المساعدات الإنسانية. المساعدات الإنسانية لا تقتصر فقط على موضوع الطعام، وإنما أيضا تتناول قطاعي الصحة والتربية بالإضافة إلى الحماية وخدمات المجتمع، بالإضافة إلى المساعدات غير الغذائية أو وهذا النوع من المساعدات الغاية منه على سبيل المثال تنظيف الأماكن التي يتواجد فيها المهجرين، بالإضافة طبعا إلى المناطق التي تم تحريرها بفضل بواسل جيشنا. نعم، هذا يدخل ضمن قطاع الحماية وخدمات المجتمع. يعرف الجميع بأن أطفال سوريا وفي المناطق التي كانوا يرزحون فيها تحت نير هذه العصابات المسلحة شاهدوا الويلات. دائما نؤكد على أن هذه الحرب التي تتعرض لها بلدنا اليوم هي حرب غير تقليدية، حرب ضد الإرهاب، والجميع يعرف التصرفات التي يقوم بها الإرهابي في أي منطقة يدخلها، والجميع يعرف التركيبة التي تتألف منها هذه المجموعات المسلحة، ويعرف المقاتلين الأجانب الذين أتوا إلى سوريا، بالتالي هم يتعاملون مع الشعب السوري معاملة سيئة جدا. الجميع يعرف المجازر التي ارتكبت في أكثر من منطقة في سوريا، الجميع يعرف بأن المستهدف الأول هو المواطن السوري والدولة السورية. من هنا هذا الملف طبعا حكمته مجموعة من العوامل، أحيانا هناك صعوبة كثيرة في إيصال المساعدات نتيجة الظرف والحالة الأمنية الموجودة على الأرض، هناك أيضا سطو من قبل العصابات المسلحة على هذه المواد، هناك أيضا تحويل في وجهة هذه المواد، ولا سيما رصدنا هذه الحالات في منطقة محافظة الحسكة عندما طبقت عليها سياسة التجويع من قبل جبهة النصرة وداعش لفترة تجاوزت 3 أشهر، مما اضطرنا إلى الاتفاق مع المنظمات الدولية على نقل المساعدات من مطار إربيل إلى مطار القامشلي. سنأتي لاحقا بالحديث عن المنظمات الدولية وعلاقتها بالحكومة السورية، والآن أود
أن أسأل عن واقع الإغاثة في سوريا. الآن نحن على قرابة نهاية العام الثالث للأزمة، هناك الكثيرون هجروا وأجبروا على الخروج من بيوتهم، كيف ترين واقع الإغاثة؟ دعني أشرح لك الموضوع. بالبداية دخلت الناس إلى المدارس وتم تأهيلها، واليوم لدينا بحدود 1007 مدارس هي مراكز إقامة مؤقتة، لكن أيضا هذه المدارس تتسع لـ 3% فقط من المهجرين السوريين، الباقين موجودين إما في مناطق أو مراكز إقامة غير حكومية غير رسمية، ويتم التواصل معهم بشكل دائم عن طريق السادة المحافظين رؤساء اللجان الفرعية للإغاثة، بالإضافة طبعا إلى التجمعات السكنية التي يتواجد فيها الأشخاص، ربما البعض منهم يقيم لدى الأقارب أو المعارف، والبعض الآخر استأجر وأقام في محافظة أخرى أو مدينة أخرى. من هنا تأتي إشكالية ملف المهجرين، يعني ليس لديك منطقة واحدة يتجمع فيها من هجر، هناك مناطق متعددة، هناك أحياء الآن أصبحت تمتلئ بمواطنين سوريين أتوا من أغلب المحافظات السورية. طبعا هذا احتاج إلى فترة تنظيم أخذت وقت طويل، عملية تسجيل البيانات أيضا ليست بالأمر السهل، لأنك تحتاج الآن إلى أن تتجه ليس فقط إلى مراكز الإقامة المؤقتة، هذه سهلة جدا، ولكن إلى التجمعات السكنية والحارات والأحياء التي يتواجد فيها المهجرين لإنجاز عملية التسجيل. تحدثت الآن عن إحصائية تقول أن 6 ملايين سوري خارج بيوتهم، هل مراكز الإيواء داخل سوريا تكفي لتلبية هذا العدد الكبير من اللاجئين؟ دعني أقول لك نقطة هامة. عندما سألنا الحكومة السورية القيادة السياسية في سوريا عن موضوع كما تحدثت الآن وذكرت بأن العدد 6 مليون وهل تساهم مراكز الإقامة المؤقتة، وكان الجواب بالتأكيد لا. عندما نوقشت مسألة إقامة مخيمات داخل سوريا كان قرار القيادة السياسية في سوريا برفض هذا الأمر، لأن موضوع المخيمات موضوع حساس وهناك انتهاكات ترتكب، هذا نتحدث عن مخيمات داخل الأراضي السورية وتحت رعاية وولاية الحكومة السورية، فكيف بك بالمخيمات التي تم إقامتها خارج سوريا؟ الجميع يتذكر المخيمات التي أقيمت في تركيا منذ منتصف العام 2011 والتي حوت مهجرين سوريين، البعض منهم هم من عائلات المسلحين والبعض الآخر اقتيد قسرا إلى تلك المخيمات وطبقت عليها سياسة عزل كامل، حتى المنظمات الدولية لا يسمح لها بالدخول إلى هذه المخيمات. في مخيم الزعتري أيضا طبقت سياسة العزل وهي تدار من قبل أجهزة الاستخبارات الأردنية. في لبنان أيضا هناك تجمعات للسوريين أيضا تدار من قبل بعض الأطراف والجهات المعادية لسوريا في لبنان. الملف اللاجئين السوريين في الخارج استخدم لهدفين، الهدف الأول هو التسول على حساب الشعب السوري، بالتالي تلاحظ بأنهم يتحدثون عن أرقام مبالغ فيها، برغم من أن العدد الذي ضبطناه وفق تواصلنا مع إدارة الهجرة والجوازات ومراقبة حركة المرور والمغادرة والقدوم إلى سوريا خلال فترة عام، العدد تقريبا 1,250,000 مواطن سوري نستطيع القول بأنهم مهجرين خارج سوريا في دول الجوار، وحتى في منهم في مصر أو في الجزائر، والبعض العدد قليل في ليبيا، يعني انجر إلى أبعد الحدود وتاني الجميع يعرف وضع ليبيا. نعود للحديث عن دول الجوار ولا سيما تركيا ولبنان والأردن وجزء بسيط في العراق. كما قلت لك عندما يتم تحويل هذا الملف إلى ملف استثماري، الهدف أحد أهدافه هو موضوع استجرار المساعدات المالية لحكومات هذه الدول، والأهم من ذلك هو الاستثمار السياسي لهذا الملف. بمعنى الجميع سمع أو شاهد بعض اللقاءات التي أجريت في هذه المخيمات، والذين حاولوا من خلالها اتهام الحكومة السورية بتهجير الناس وبالاعتداء عليهم، بالرغم من أن الحكومة السورية والجيش العربي السوري حرر مناطق وأعاد الناس إليها. الجيش العربي السوري ساعد
المواطن السوري على الخروج من هذه المناطق، من مناطق ساخنة كثيرا واحتضنتهم الحكومة السورية. إذا هذه المخيمات أقيمت لأكثر من هدف، وكما قلت لك الاستثمار السياسي هو العنوان الأول. نعرف جميعا أن أكبر الانتهاكات تجري في المخيمات، وهذه ليست بتقارير الحكومة السورية وإنها كما ذكرت بتقارير المنظمات الدولية. قصص مروعة تحدث في مخيم الزعترية وفي المخيمات التركية. مع الأسف حكومات هذه الدول لأنها تحقق هاتين الغايتين، وبعضهم متورط بالملف السوري كما تعرف، تركيا أدخلت إرهابيين إلى داخل سوريا وساهمت في إدخال المال والسلاح إلى داخل الأراضي السورية، فكيف ستتعامل مع ملف اللاجئين السوريين؟ الأردن وللأسف الشديد بالرغم من علاقات الجوار و